مرحبا بكم مشاهدينا دائما في حصة مع السفير اللي تطلع لكم عبر قناة النهار تي في، ودائما المواضيع انتم اللي تختاروها مواضيع جد شيقة. كل يوم عندنا ضيف يعني، وعندنا مواضيع اللي انتم تختاروها. كل خطرة نجيب لكم حاجة جديدة، كل مرة نجاوبكم على انشغالاتكم واسئلتكم عبر الحصة، وهذا من اختيار الموضوع اللي انتم تبعتوه. نقول لكم ابقوا دائما اوفياء كما راكم. وكذلك موضوع اليوم مشوق جدا جدا جدا، اللي هو موضوع الشموع، ولهذا العالم ولاسرار يعني صناعة الشموع اللي نقدروا حتى نعملوها كمشروع. نعرفوا ان الناس ولات كثير لهذا كما نقولوا الموضوع هذا، ولو خاصه الناس اللي تحب الشموع يعني. ولكن اليوم ابداع كبير، الوان جميله، طاوله رائعه جدا مع المتالقه ساره. صباح الخير ساره. صباح الخير وسيله. تلمون اللي شوفي شتي عجبني بزاف، ما حبيتش نسكت. الله يسلمك. تلمون اللي حبيت الموضوع وحبيت كامل وجبتي لنا، الله يبارك. واش نقول لك؟ يعطيك الصحه ساره. الله يسلمك. فوالا يعطيك الصحه انت اللي عطيتيني لوكازيون بور بريزونتي ديجا. لا لا الله يبارك. اولا خليني مرحبا مش ميم با بالمخلوقه، خليني نقول لك يعني مرحبا بك معنا في نهار اليوم. موضوعنا كما هضرنا انه هو طريقه والاسرار لصناعه الشموع في البيت، وراني نشوف كما قلت لهم تقدروا يديروها كمشروع. نخليك انت تشرحي، نشوف الله يبارك كل حاجه عندها لو تام تاعها. بسم الله راح نبداو تاع لي بيبي بالملائكه. بالملائكه فوالا. بسم الله تاع لي بيبي. يسلمك. دونك فوالا، دونك كيما قلت لك هذه سيتي اون باسيون ملي كنت صغيره. دونك ما عتيك اشاك فوا كنت نسيي هكذا وحدي نشوف دي فيديو. خاصة وانت قلتي لي انك عائله تاع تنحب الشموع. نحب الشموع جوغ ملي كنت صغيره، كسوا عند لي كرون بارون ولا عندنا جوغ توجور شمعة شعلة. شمعة شعلة. في المواسم ولا جوست هذيك لابوجي بارفومي ولا. دونك من تم جي ليدي قلت بوركوا با نولي ندير لي بوجي تاعي. دونك دي فوا كنت نسيي هكذايا، نسيي نشوف واش كاين واش ما كاش واش نزيد. ومن بعد سيتي دي فورماسيون اون لين. ومن بعد كنت هضرت مع حبيبتي، دونك اون سي لونسي في لو بروجي. ودرنا اون فورماسيون براتيك اللي رحنا شفنا كيفاش. بيان سور يعني حتى الموهبه لكن لازم ندعموها بلا فورماسيون. اكزاكتومون هكذاك باش الواحد يعرف اسم الشمعه واش لازم. يعني ماشي شمعه كيما قلتي برك ونديروا لها نيمبورت كو تولي يعني الشمعه فوالا عندها لي ميزور تاعها، عندها درجه الحراره تاعها. دونك فو فيغ تري اتونسيون باش تنجح لنا يعني تكون شمعه ناجحه. صح. ومن بعد كي كونسي جو في لي بروجي تاعنا بدينا بلي تام، كاين تام بيبي، ختانة، زواج تاع العروسة، تاع حتى الهدايا. فوالا دونك بدينا نخير ونشوفوا يعني لي عندك تاع رمضان كذلك. اكزاكتومون لي مول واش يقدر يوالم في هاد المناسبة اون فادير ولا كيما هنايا في ديكوراسيون. لي بيبي سار نشوفها كاين كبش، كاين سوسات، كاين لي نياج، كاين لو بيبرون اللي يعبر يعني على التم تاع البيبي. التم تاع المزيود فوالا. قولي لي برك سارة باش نعرفوا انه يعني اكيد انه هناك فرق بين كي نديرو زعما اون بوجي هكايا الام بيبي باش كي نشعلوها يعني بو اون ديكوراسيون في لا شومبر تاعو ولا يعني اكيد انه الريحه ما تكونش كيما تاع واحد كبير. لازم تكون شويه تكون خفيفه بلو دوس، ماشي بون كي نكونوا زعما في تم تاع رمضان باغ اكزومبل سي مسك الليل، سي عود ريام، سي فوالا جو تعطيك هذيك بليك راه كيف في رمضان الريحه هذيك. يعني تستعملي العوس ريحه رمضان، ريحه ريحه العيد، ريحه المولود. ريحه العيد هذيك تاع النوستالجي. فوالا. صح. دونك بوغ لي بيبي سي شويه بلو حاجه خفيفه. خفيفه. فوالا بلو دوس. دونك يعني فوالا ناخذ حاجه خفيفه باش يقدر يتحملها كذلك الرابع. ما تهيقلوش اكزاكتومون، ما تهيقلوش اون بليس تقعد لا بون امبيونس هذيك تاع لاشون. صح صح صح. دونك فوالا. هنا ثاني نشوف هذيك تاع الخطوبه. فوالا تما سي كيما يقولوا التوزيعات بوغ لي في دونور ولا لي زانفيتي. صح يعني حتى الضيوف نقدروا نهدو لهم شمعة شمعة. اكزاكتومون درنا لو تام هذا كيتباع لو تام تاع لا ماري. صح. هما التعليقات تاع الخزانه او ميم تون درنا تعليقات تاع الخزانه. وهنا عندنا ثاني تاع المختن كذلك. وي. الختانه تاع الختانه. وي. انا نشوفوا هنا ثاني هي كانت تاع العروسه تاع الختانه. عندك لو بوكال هذاك فيه لو جيلي اللي يرجع لك سما يدير غابيل كيما نقولوا عاود يفكرنا لو سوجي اللي نديروا فيه. اكزاكتومون. دونك فوالا كاين كيما تاع العروسه تاني هادو دي فوا سي او فخيغ تاني ولا العروسه تديهم للحنه تاعها ولا جوست. صح. اون بليس افكار جميله حتى الالوان راني نشوف الوان شابه. اسكو احكي لي شويه على الملون برك بسم الله موضوعنا هو الاسرار يعني كيفاش حتى اللون يقعد هكذا شباب كذلك والريحه كذلك تقعد مده اطول. دونك قلت لك لو سكري سي لازم واحد يحترم لي دوز.
صح باسكو الشمعه الي مقسومه على زوج، كاين لابوجي ا باس دو سير ناتورال، وكاين الشمعه اللي متكونه من انواع الشموع موا ناتورال نقولوا. دونك يعني الجوده، الجوده في الجوده حتى في العطر، اكزاكتو في الزيوت العطريه تحترمي جوغ لو غراماج تاع الشمعه هذيك حتنجح لك. وما كي تلحقي لو كولورون تاعي عنده ان غراماج، ولا سونتيغ تاني عندها درجة حرارة معينة، باسكو كان ديرها بزاف سخونة راح يتبخر هذاك، صح يعني الريحة راح تروح في الهواء. اكزاكتومون، ما تشدلكش بالك تشدلك هذاك النهار ولا هذاك، صح الدقيقة هذيك الأولين ومن بعد. ديجا حنا هكذا شوية ما راناش عليهم مشاهدينا، لكن نقول لكم واحد الريحة دوماج ما كانش كيفاش نلحقوها لكم. فوالا راني نشوف أنا تاني كاين لي فوندون. اكزاكتومون لي فوندون كل واحد بلونه، كل واحد وني نشوف انا ثاني هادو ثاني هبلو تاع شي غورمون فوالا تاع يعبروا شغل كان كاتو وهي اللي بوجي. exactement. يعني هذا ثاني نقدروا في ليزانيفيرسير نقدروا نهدوهم. اكزاكتومون ولا الواحد اون بولونج غير ولا يشبحوا ولا كيما قلت حتى يعني البولو ديكور فوالا عنده فوالا. اكزاكتومون دونك قلت لك لي كولور ثاني سي بون خيرنا هاد لي كولور دونك تام تاع الصيف حتى لي كولور تجذب يعني فوالا كولور يعني تجلب كرانا في سيبنا دي كولور باستيل دي كولور دونك هكذاك باش الفيغ ابلي يعني فوالا صيفيتو. وهادو ما هادو تاع ديكوراسيون، هادوك تاع ديكوراسيون فوالا. دونك حنا اون بروبوز باسكو دونك انايا اوني دو في هاد لو بروجي، دونك انا وليندا، ليندا نحيو ليندا بالمناسبه فوالا. دونك فوالا نجيبو لي زيدي نشوفو اون بروبوز، ومن بعد تي كي اذا عجبتهم سينو لا كليون دي فوا على دوموند تقول لك ديري لي هذه نقصي لي هذه، كيما دي باك تقول لك ندي هاد زوج ثلاث حوايج ماشي اوبليجي حنا اون بروبوز. وانت يعني ما يجيش هكذا الهام تقولي نخلط زعما هذه مع هذه ونخرج هكذا ولا دي فوا ايه جوغ نقولوا بالك نزيدوا هذه من عند هذه هذه سا كومبوز لو كومبوزي ولو باك تاعهم من صافي ثاني تاع. وهذوما كامل اسما يتخدموا عندهم يعني مول سبيسيال. سي دي مول، سي دي مول اون سيليكون، حتى هاد الصغار سي دي مول، سي دي مول اون سيليكون. كل سي دي مول كلش ولا توش هذيك اللي نزيدوها حنايا سي صح. وحتى وهاد لا ديكوراسيون كيما نشوف هنا في الخمسه، والخمسه نعرفوا راهي تخي توندونس ايتو في الخمسه، هذاك التزيين انت اللي ديريه exactement هذاك سي دو لاكريليك، سي اون بانتور كاليتي اوت كاليتي كي ديرها يعني تحكم في الشمع باسكو لي زوت بانتور هذوك او لا ما يتادابتوش بزاف مع لا ماتيير تاع الشمع. وقولي لي مثلا واحد كيحبي مثلا تحبي تهديها ولا شحال ممكن تشد لنا الشمعه هذه ما يصير لها والو ما ال سو كونسيرف قد ما تكون لا كاليتي تاع الشمعه مخدومه بلي نورم تاعها و ريسبكتي درجه الحراره بور لودور سورتو باسكو كي ديري لا سونتور هذيك دونك هي اللي باسكو تتلق ولا تتبخر ولا تولي تخرج عن طريق الزيت دي فوا نشوفوا الشمعه تتزيت دونك باسكو كي شغل سخانه بزاف دونك تلقت هذيك هذاك هذيك الريحه تلقت. يسمى حتى نشوف هادو مثلا هاد لي فوندون نقدروا نديروهم محمم في الخزانه، لكن مثلا دون اون بورس وكما قلت نعلقوهم فوالا ما نقربوهمش للملابس تاعنا. نو هي دو بريفيرونس لا لا جوغ تبعديهم باسكو توجور الشمعه، الشمعه تلق الزيت سورتو ولا كما قلت لك كانت سخونه بزاف وحطوا لها لا سونتور تاعها العطر دونك تقعد تخرج هذاك يعني الزيت. حتى ولو تنشف تبقى تخرج تعاود تخرج. ماشي ما نو ماشي دون تو لي كا، كيما هادو لي بوجي راهم ناشفين كي تشوفي فيهم وي دي فوا سي كي ديجا كي تنحيها من لو مول اللي تالمون درتيه سخون جو يبان لك تبان لك بلي البقع هذوك لو فون حبطوا دونك فوالا دونك تبان كذلك. مي دو بريفيرونس واحد بور ايفيتي سورتو لي طاش على الحوايج، صح الحوايج يعني نعلقوهم كيما درتي لي كاين غوف درتي ونعلقوهم باش يطلقوا الريحه بلا ما نقربوهم الحوايج، صح سورتو الملابس البيضاء ونغلقوا ثاني الخزانه عباكي داخل الميديكي الرطوبه بفعل الرطوبه يعني فبالتالي على بها تخلي لكم، لانه جوني بزاف اسئله قالوا لي نشروهم نحطوهم نلقاو بقع على الملابس. هذا هو ما لازمش نقربوا هاد الشموع يعني المعطره ما نقربوهاش لملابسنا، نفضلوا كما قالت لكم ساره نديروهم في بوكس هكذايا ونعلقوهم باش نتفاداو هذوك المشاكل اللي يقدروا يوقعوا على الملابس تاعنا. كذلك ساره ما نساتش يعني اهدات الحصة مع السفيره يعني هي شموع شمعه خاصه شموع خاصه وكتبت اسم البرنامج فوالا هكذايا شوفوا يعطيك الصحه ساره يسلمك وش نقول لكم الريحه راهي ما شاء الله وكتبت هنا مع السفيره ذلك وهذه ثاني معها جات فوالا نقول لك شكرا كثير لانك يعني فكرتي الحصه حبيبتي. واش تقولي يعني في هذا المجال واش تقدري تقولي للانسات ولا السيدات اللي يحبوا يديروا مشروع؟ شوفي يعني الله يبارك حاجه بزاف بزاف شابه.
يعطيك الصحة. بون شوفي، أنا نقول مجموعة وحدة عندها أن بروجي ولا أون إيدي اللي حابة ديرها تبدا ديفلوبيها. صح. إل كومونس ديجا لي زيسي تاعها وتجيب لها أفكار، ديجا أفكار مش ما تكونش كيما، باسكو كاين بزاف اللي تقولي لي يديروا الشمع، كاين بزاف اللي يديروا الكاطو الخياطة، دونك لازم يكون عندك هذيك، لازم يكون عندها لمسة خاصة. إكزاكتومون. هي اللي دير الفرق. إكزاكتومون، هذيك لاتوش تاعك سي بور تو ديماركي مع الآخرين. صح. دونك يفو جوغ كي يكون عندك حاجة لازم ديريها، ما تخليهاش باسكو انت اللي حتطوريها، انت اللي حتعاملي عليها باش ترجعيها خير مع خير. دونك يفو با دير برك فوالا عندي هاد ليدي تحبس عندي باسكو فلانه دير و100 وحده دير كيما. صح، لازم يعني. دونك حنايا فوالا، حنايا كيما قلت لك، حنا نون سولمون عندنا اون في بروفيسيونيل باغ نخدمو. ايه هذا سما هي دارتها زياده، لكن يعني حاجه اللي حبيتيها، ما حبيتيهاش ما ديريهاش. فوالا اون ا بونس ا فير كيلكو شوز ودرناها وفوالا هاوليك لو ريزولتا. نقول لك انايا يعني يعطيك الصحه، شكرا على كل المعلومات اللي عطيتيها لنا، شكرا كثير على حضورك. صح، انت يا اللي عرفتيني. بلا مزيان، دردارك وكل ما ديري حاجه جديده مرحبا ان شاء الله، وكل ما تكتشف في حاجه ارواح مرحبا بك دردارك ساره. انا نقول لكم سيدتي يعني بهذه الالوان الزاهيه وبهذه الريحه المعطره، نقول لكم الله يخلي يماتكم دائما زاهيه كما الالوان تاعنا تاع اليوم، والله يطيب ريحتكم اينما كنتم واينما وجدتم. كانت معكم وسيله ابو لحيه في حصه مع السفيره، نتلاقاو في عدد اخر ان شاء الله. سلام.